معنا الآن السيد اللواء السيد إسماعيل عرابي، هو نجل الرقيب الشهيد إسماعيل علي عرابي. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. وهناك يعني أولا أنتم من المكرمين في هذا اليوم، وهو يعني ذكرى جديرة بأن يعني نقول فيها أن هناك دائما بطولات تحققت وتتحقق من جانب رجال الشرطة. والدكم العزيز الشهيد كان له قصة كفاح وقصة صمود، يعني دعنا نستمع إليها والأجيال الحالية تستمع إليها. أنا اللواء السيد إسماعيل عرابي، والدي الشهيد الرقيب إسماعيل عرابي من قوات أمن بورسعيد. في عام 56 بدأ العدوان الثلاثي على مصر وخصوصا مدينة بورسعيد، وقامت القوات الإنجليزية باحتلال المدينة، وكان والدي بالخدمة في يوم 6 نوفمبر 1956 لتأمين المدينة، وشاهد أمامه بعض الجنود الإنجليز، 3 جنود بيحاصروا مجموعة من الفدائيين علشان يقتلوهم، فقام والدي بالتدخل وإطلاق النار على الجنود الإنجليزيز، فقتل 1 منهم و2 فروا، وتمكن الفدائيين من الإفلات من الحصار. ثم كان بالقرب دبابة إنجليزية توجهت إلى مكان إطلاق النار وتعاملت مع والدي، وللأسف أصابته برصاصة خطيرة. تمكن والدي بعد إصابته من الزحف إلى أحد مداخل المنازل المجاورة، حيث قامت سيدة من المنزل بمحاولة الاعتناء منه وإنقاذه، ولكنه لم تتمكن، وحيث أوصاها بأن يكون ابنه الأول الأكبر ضابطا للشرطة ليكمل مسيرته في حماية وأمن الوطن. والحمد لله تمكنت من دخول الشرطة والاستمرار بها للوصول إلى رتبة اللواء. قضيت حياتي في خدمة أمن المواطن وأمن مصر. رحمة الله على الشهيد. يعني هي قصة كفاح وقصة تلاحم بين الشرطة والشعب في مواجهة العدوان. يعني سريعا دعنا نفهم أكثر الرسالة التي يجب على الأجيال المتعاقبة أن تحملها من خلال جهاز الشرطة. رسالة جهاز الشرطة هي مسؤولية ورسالة تتناقلها الأجيال وتتوارثها من جيل لجيل وتبثها فيهم للدفاع عن هذا الوطن ومقدراته. نعم. السيد إسماعيل العرابي، أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، ودائما متابعتنا مستمرة، ودائما نقول هنيئا للشهداء، ونقول أيضا تحياتنا لكل شريف في هذا الوطن، لكل فدائي في هذا الوطن، لكل من يحمل رسالة الأمن والأمان لهذا الوطن.